أهلا بكم مرة أخرى. في هذا العرض أريد أن أريكم كيفية استخدام الاشتقاق العكسي لإيجاد المساحة تحت منحنى ما. في الواقع أريد أن أركز أكثر على إدراك فكرة التكامل، لذا دعونا نستخدم مثالا من الفيزياء. سأستخدم المسافة والسرعة، وبالمناسبة ستكون هذه فرصة مناسبة لمراجعة الاشتقاقات أو بالأحرى تطبيق على الاشتقاقات. لنقل أنني أحدد موضع جسم متحرك ولنسمي هذا الموضع S. لنقل أن S تساوي 16 تي تربيع، 16 تي تربيع. حسناً، إذن S تدل على مسافة، دعوني أكتب هذا في الزاوية. لا أدري لماذا جرت العادة على استخدام S رمزا للمتحول الدال على المسافة. قد يعتقد المرء أنه من الأحرى استخدام الحرف D من distance، ربما لأن الحرف D يستخدم للدلالة على الاشتقاق على ما أظن. إذن S تساوي المسافة distance، و T تساوي الزمن time. حسنا، أما هذه إلا معادلة تدلنا على موضع أو ما هي المسافة التي قطعها جسم ما بعد عدد معين من الثواني. مثلا بعد 4 ثواني سنكون قد قطعنا، لنقل المسافة بالقدم وهذه بالثانية، بعد 4 ثواني سنكون قد قطعنا 256 قدما. ودعوني أرسم هذا بيانيا لننشئ رسما بيانيا. هذا خط سيء، يجب أن أستخدم أداة رسم الخطوط، ربما سيحالفني الحظ. هذا أفضل قليلا. في الحقيقة دعوني أمحو هذه أيضا لأنني أريد أن أرسم الزمن T بالموجب فقط، لأنك لا تستطيع أن تعود بالزمن إلى الخلف لموضوع هذه العرض. لا يمكنك العودة بالزمن للخلف. حسنا، هذا جيد. إذن فالمنحنى سيكون قطع مكافئ، سيبدو مشابها لهذا الشكل. فإذا دققت النظر إليه فإن الجسم في كل ثانية تمر يتحرك قليلا. حسنا، إذن فالجسم يتسارع. حسنا، ماذا لو أردنا أن نحسب سرعة هذا الجسم؟ لنرى، هذه دي وهذه تي وهذه لا أدري إن كانت واضحة. هذا تقريبا نصف قطع مكافئ، إذن هذا اقتران المسافة. ما هي قيمة السرعة إذن؟ حسنا، ما هي السرعة؟ إنها المسافة مقسومة على الزمن، وبما أن السرعة تتغير دائما فإننا نريد أن نعرف قيمة السرعة اللحظية. وهذا في الواقع أحد الاستخدامات الأولية التي جعلت الاشتقاقات مفيدة جدا. إذن نريد أن نجد التغير اللحظي تبعا للزمن في هذه المعادلة، لأن هذه معادلة مسافة. لذا إذا كنا نعرف معدل تغير المسافة بالنسبة للزمن فإننا سنعرف السرعة. إذن ds dt تساوي ماذا؟ ما هو الاشتقاق هنا؟ إنه 32 تي، وهذه هي السرعة V. ربما يجب أن أعود، دعوني أكتب هذا، V تساوي السرعة velocity. لا أدري لماذا بدلت الألوان، ولكن سأحافظ على اللون الأصفر لنرسم هذا الاقتران. سيكون من السهل رسم هذا الاقتران.
إنه خط مستقيم، ثم نرسم المحور X، إنني أقوم بعمل جيد، حسناً. إذن سأرسم هذا باللون الأحمر، هذا سيكون خط مستقيم. سيكون خط مستقيم بميل قدره 32، هذا ميل كبير، سأرسمه بهذا الميل الكبير لأنني سأستخدم ذلك لتوضيح فكرة. إذن فهذه هي السرعة، هذه هي السرعة، هذا المنحنى، وهذه هي المسافة. ربما سأقدم عرض كامل عن استخدام التفاضل والتكامل في الفيزياء، استخدام الاشتقاقات في الفيزياء، ولكن لنقل الآن أنه إذا كان لديك اقتران مسافة فإن اشتقاقه ما هو إلا السرعة. وبالمناسبة إذا نظرت للفكرة من الناحية الأخرى، إذا كان لديك اقتران السرعة فإن مشتقه العكسي يعطيك المسافة، على الرغم من أنك لن تعرف حينها موضع الجسم بالتحديد. الجسم انطلق، وفي هذه الحالة انطلق الجسم من الموضع صفر، ولكن كان من الممكن كما تعرف أن ينطلق من أي نقطة، كان من الممكن أن يبدأ هنا ويسير منحنيا للأعلى. لكن على كل حال لنفترض أن الجسم انطلق من الصفر، لذا فمشتقة المسافة هي السرعة، المشتق العكسي للسرعة هو المسافة، تذكر هذا جيدا. دعونا ننظر إلى هذا، لنفترض أن المعطى الوحيد لدينا هو هذا المنحنى البياني. وقد قلنا كما نعرف هذا هو منحنى السرعة لجسم ما، ونريد أن نعرف ما هي المسافة المقطوعة بعد t ثانية. إذن هذا هو المحور t، محور الزمن، وهذا هو محور السرعة. لنقل أننا أعطينا هذا فقط، ولنفترض أننا لم نعلم أن المشتق العكسي لاقتران السرعة هو اقتران المسافة، كيف لنا أن نعرف؟ ما هي المسافة المقطوعة بعد زمن ما؟ دعونا نفكر بهذا. إذا كان لدينا ثابت هذا اللون الأحمر داكن قليلا، لنغير للون آخر. إذا كان لدينا خلال فترة زمنية قصيرة، أو إذا كان لدينا سرعة ثابتة، عندما يكون لدينا سرعة ثابتة تكون المسافة هي مباشرة السرعة ضرب الزمن، لذا لنقل أن لدينا مجالا زمنيا قصيرا جدا، حسنا. سأرسمه كبيرا، ولكن لنفترض أن هذا عبارة عن مجال زمني صغير، صغير جدا، ولنطلق على هذا المجال الزمني الصغير جدا دلتا تي أو دي تي. الطريقة التي استخدمت فيها دي تي هي كتغير في الزمن، تذكر أن هذا التغير لا متناهي في الصغر لدرجة أنه يكاد يكون لحظة ولكن ليس تماما، أو بإمكانك حقيقة أن تتخيل هذا كلحظة من الزمن. إذن هذا هو مقدار الوقت الذي يمضي خلال هذه اللحظة، بإمكانك تصور هذا كتغير صغير جدا في الزمن. إذن إذا كان لديك تغير صغير جدا في الزمن، وخلال هذا التغير الصغير جدا في الزمن كان لدينا سرعة ثابتة، ولنقل أن السرعة الثابتة تقريبا هي هذه، حسنا هذه هي السرعة. فلدينا إذن خلال التغير الصغير جدا في الزمن لدينا هذه السرعة الثابتة تقريبا على هذا الشكل البياني. أتدرون؟ دعوني أفعل ذلك هنا.
لدينا هذه السرعة الثابتة تقريبا، إذن فالمسافة التي يقطعها الجسم خلال زمن قصير أو خلال زمن قليل ستكون تساوي الزمن القليل ضرب السرعة، ستكون تساوي قيمة هذا الخط الأحمر مضروبة بعرض هذه المسافة. لنقل ذلك بطريقة أخرى، لقد قمت بذلك على المخطط بشكل متسرع، ولكن ما الذي يحصل هنا؟ إذا أخذت هذا التغير بالزمن والذي نوعا ما هو قاعدة هذا المستطيل وقمت بضربه بقيمة السرعة والتي هي عبارة عن ارتفاع هذا المستطيل، ما الذي أحصل عليه؟ لقد حصلت على مساحة هذا المستطيل، صحيح إن ناتج ضرب السرعة في هذه اللحظة بالتغير في الزمن في تلك اللحظة ما هو إلا مساحة هذا المستطيل النحيل، نحيل وطويل، صحيح هذا المستطيل نحيل بشكل لا نهائي، ولكننا لغرض دراستنا فإننا نفترض أن له عرضا معتبرا، إذن فهنا استنتجنا مساحة هذا العمود. حسنا، إذا أردنا أن نحسب المسافة التي يقطعها الجسم بعد لنقل تي ولنسميها تي نوت، هذا فقط تمييز لهذا المقدار من الزمن، إذا بعد تي نوت من الزمن نريد حساب المسافة، إذا كل ما علينا فعله هو فقط إيجاد ما علينا إلا رسم مجموعة من الدي تي، سنرسم واحدة أخرى هنا، ستحسب المساحة لهذا العمود. مساحة هذا العمود، لأن كل من هذه المساحات لكل من هذه الأعمدة يمثل المسافة التي قطعها الجسم خلال الفترة دي تي. إذن إذا أردت أن تعرف المسافة التي قطعها الجسم بعد تي نوت من الزمن ستحصل على، أو بالتقريب ستكون المسافة عبارة عن مجموع كل هذه المساحات، وكلما جعلت مقدار الدي تي أصغر فأصغر فأصغر، أنحف فأنحف فأنحف، وأضفت أكثر فأكثر من هذه المستطيلات، عندها سيكون التقريب أكثر قربا. حسنا، هنالك شيئان هنا، ستقترب النتيجة كما يمكنك أن تتخيل أن المساحة الواقعة تحت المنحنى أو في حالتنا هذا الخط المستقيم، ولكنها أيضا ستعطيك أيضا إلى حد بعيد المسافة التي قطعها الجسم خلال تي نوت ثانية. أعتقد أنني استنفذت الوقت المحدد، لذا سأقوم بالتوقف هنا وسأتابع هذا الموضوع في العرض التالي. إلى اللقاء.